أزل سلامة الموند ميزان ميزان، إن شاء الله تكونوا قاعد بيها فيرنس فلوكس فيديو جديد. هنا أول مرة تشاهد قناة فيرنس فلوكس، لا تنسى الاشتراك، تفعل زر الجرس، ترك لايك، وسوف تستفيد كثيرا من القناة. قناة مختصة في كل أنواع الهجرة. هنا فيديو اليوم مهم جدا، سوف أقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة والقيمة التي سوف تساعدكم في زيادة الحظوظ في الفوز في القرعة العشوائية الأمريكية لهذا العام. لدينا النصيحة الأولى، يجب التسجيل والتقديم مرة واحدة في الموقع هنا لتفادي الرفض والإخصاء المباشر في حالة مثلا قمت بالتسجيل للمرة الأولى ومثلا أعدت التسجيل للمرة الثانية مثلا لزيادة حظوظك في القبول، وهذا أمر خاطئ. هنا لديك الحق فقط في التسجيل مرة واحدة في الموقع، ويجب ملء استمارة التقديم بالمعلومات الصحيحة الخاصة بك، وذلك لتفادي تضييع فرصة مجانية للهجرة إلى أمريكا عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. لدينا النصيحة التالية، هنا يمكن تقديم طلبين في التسجيل في القرعة العشوائية الأمريكية. هنا معنى ذلك إذا كنت متزوج، هنا الزوج المقدم الرئيسي سوف يقدم الطلب الأول وسوف يضيف زوجته، وأيضا إذا لديه الأولاد أيضا يمكنه إضافتهم. وهنا العكس أيضا، يمكن للزوجة تقديم طلب ثاني وتكون المقدم الرئيسي وتضيف الزوج والأولاد أيضا، وهذا لزيادة حظوظهم في الفوز في القرعة العشوائية الأمريكية. لدينا النصيحة الثالثة وهي نقطة مهمة جدا، الصورة تلعب دور كبير جدا في نسبة فوزك في القرعة العشوائية الأمريكية، بالتالي يجب تحضير الصورة بالمواصفات والشروط المطلوبة. وهنا سوف أترك لكم رابط هذا الفيديو كما تشاهدون في الصورة، شرحت فيه كل المواصفات والشروط المطلوبة لصورة التسجيل في القرعة العشوائية الأمريكية، تجدون الرابط مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو، وسوف تحصلون على كل المعلومات الخاصة بالصورة المطلوبة في القرعة العشوائية الأمريكية. بالتالي هنا يجب الاهتمام والاهتمام بالصورة. لدينا النصيحة الرابعة، عدم الإسراع في التسجيل والتقديم في القرعة العشوائية الأمريكية. هنا لديك شهر كامل للتسجيل والتقديم، بالتالي يجب أخذ الوقت الكافي في تحضير الصورة بالمواصفات والشروط المطلوبة وتحضير المعلومات الخاصة بك. فمثلا عند فتح باب التسجيل انتظر أسبوع أو أسبوعين على الأقل وقم بالتسجيل. هنا فقط يجب احترام مواعيد التسجيل ونهاية التسجيل. إذا قدمت لكم أهم النصائح القيمة وأتمنى أن تستفيدوا منها، وباتباع هذه النصائح إن شاء الله سوف تكونوا من بين المحظوظين وسيتم اختياركم وسوف تفوزون بالقرعة العشوائية الأمريكية لهذا العام. أتمنى أنكم استفدتم من شرح موضوع فيديو اليوم، وأنا في المقابل اتركوا لنا لايك جام للفيديو، نشر الفيديو في أوسع نطاق لأي شخص يريد الحصول على نصائح مهمة وقيمة للفوز في القرعة العشوائية الأمريكية لهذا العام. أول مرة تشاهد قناة فيرنس فلوكس، مرحبا بك، لا تنسى الاشتراك، تفعيل زر الجرس، سوف تستفيد كثيرا، قناة مختصة في كل أنواع الهجرة. شكرا على المشاهدة، بالتوفيق للجميع.